بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى ابد الابدين كلها امين. اهلا بكم احبائي في حلقاتنا في اسرتي ايقونه في الكنيسه. والنهارده بناخد تاني حلقه في مفهوم اصدقاء وازواج. وبنحب اننا ايضا بنتعلم من الكتاب المقدس ان عندما يكون في صداقه بين الزوجين هذه الصداقه بتثمر في حياتهم بثمار حلوه مفرحه الاثنين بيفرحوا بيها. من اهم ثمار الصداقه بين الزوجين ان الاثنين بيعملوا لبعض مسانده، يسندوا بعض، سبورت او ستيم بالهولندي، يعني بيبقى في كل واحد ليه معين بنفس المبدا اللي ربنا خلق بيه حواء من جنب ادم، نخلقناه معينا نظيره، معينا الهدف الاول ان يكون في اعانه. طب يا رب ده ادم عايش في الجنه واخر البساط، مش يعني ايه اللي محتاج ايه؟ لا، معين نفسي، معين يفكر معاه. فالسبورت عشان كده الكتاب بيقول كده ايه، اثنان خير من واحد، وزي ما بيقول سفر الجامعه لانه ان وقع احدهما يقيم رفيقه. فاول ثمره في الصداقة بين الزوجين انهم بيستطيعوا ان يقدموا السند والعون لبعضهم. تاني ثمرة برضو من ثمار الصداقة بين الزوجين اللي تخلينا نبحث كيف نكون اصدقاء، دفء المشاعر، الوارمتة بين الاثنين في المشاعر. يبقى في دايما اشتياق، الزوج بيشتغل في مكان بعيد وبيرجع، هو راجع بيته عنده اشتياق انه يشوف زوجته ويطمن عليها ويطمن على اخبارها ويفرح بيها وهي تفرح بيه، وهي برضو عندها اشتياق حتى لو كانت بتعمل او لا تعمل، عندها اشتياق انها في اخر اليوم تقابل زوجها، يقعدوا مع بعض يطمنوا على بعض، كل واحد يسال التاني عملت ايه النهارده، ياكلوا مع بعض، يشربوا حاجه مع بعض، يشعر كل انسان ان في عاطفه روحيه، في دفء في المشاعر بين الاثنين. عشان كده بيقول ايه، اذا وقع احدهم من يقيمه، ليس لا احد. اذا الواحد حتى في الدفء المشاعر يقول سفر الجامعه ايضا الضجع اسنان يكون لهم دفء، فاما الواحد فكيف يدفع؟ كان الكتاب المقدس بيناقش الفكر، اثنين بيبداوا دفء في العلاقه النفسيه والروحيه والعاطفيه والجسديه، اما الواحد فكيف يدفع؟ اذا هذا السؤال الاستنكاري يشير الى ان الكتاب المقدس بيقول لنا ان اثنين بيعملوا معونه ودفء لبعض. ثالث نقطه في ثمار الصداقه بين الزوجين اللي بتخلي العلاقه بينهم جميله ومفرحه، الحمايه. كل واحد بيحمي التاني في وقت الضيق، ممكن يسنده انسان واحد منهم عنده مشكله في شغله، عنده مشكله في صحته، عنده مشكله في اي شيء مع اسرته مع الاخرين، بيحموا بعض. يستطيع ان واحد الزوج بيمثل حمايه زوجته، والزوجه ايضا بمحبتها بتمثل له حمايه، ايضا حمايه من الخطيه، لان الواحد لوحده ممكن يخطئ، ممكن ينحرف حتى جسديا، لكن الاثنين مع بعض بيكملوا ده. ويقولوا يعني من العلامات الحلوه ان ربنا يسوع الذي اسس الكنيسه بدمه وبصليبه اختار 12 تلميذ واختار 70 رسول علشان يساعدوه في العمل الكرازي. كان ممكن الروح القدس يعمل العمل ده لوحده، لكن في مسانده، طلب مسانده وكلف بيها من يعمل معه لكي يثري العمل الكرازي في الكنيسه كلها من خلال التلاميذ دول. اذا الصداقه تحتاج او تقدم لنا حمايه من ان حد يغلط تاني يسنده، حد يتعب تاني يسنده، حد يمرض تاني يقوم عنه بالنيابه عنه. بنشوف نماذج حلوه كتير، اثنين مثلا عندهم مشروع بيشتغلوا فيه مع بعض، بعدين حد مريض فالتاني يقوم بالعمل كله. نوع من الحمايه، حمايه حياتهم مع بعض، حمايه حتى رزقهم. المسانده ودفء المشاعر والمشاركه في التفكير وفي الانتاج برضه من ثمار الصداقه بين الزوجين، الانتاجيه، انهم يعملوا حاجات اكتر مع بعض.
بيخططوا المشروع، واحد منهم عنده مشروع، التاني بيفكر معاه، عنده مشكلة مع العمل أو مشكلة مادية، بيسندوا بعض. اثنين خير من واحد، لأنهم بيثمروا ثمر إيجابي، بيخطط لحياتهم، بيخطط لمستقبلهم، بيخطط لأولادهم، بيخطط لدراسة أولادهم. ياما شفنا نماذج حلوة عن الزوجين عندما يهتموا بدراسة أولادهم، يخرج الأولاد ناجحين في الدراسة، وأيضا فيما بعد ناجحين في العمل، وشخصيات مستقرة ناجحة لنفسهم وللمجتمع وأيضا في الكنيسة. شفنا كمان الأسر اللي بتخدم في الكنيسة، لما يكون أسرة بتخدم في الكنيسة، في الزوج والزوجة ليهم حقيقي خدمة في الكنيسة، بالتالي بنبص لأولادهم بعد كده هم أيضا مرتبطين بالكنيسة وبالخدمة والعمل الإيجابي في حياتهم وفي حياة الآخرين. ربنا يعطينا ثمرة وثمار لصداقتنا في الأسرة بين كل زوج وزوجة، يبنوها مع بعض، يفرحوا بيها، يشوفوا الثمار بتاعتها، فتكون سبب بركة لحياتهم ولحياة أولادهم ولحياة من حولهم. ولله المجد دائما أبدا آمين.